وفرشنا جفن العين وقمنا لأجل ملقاك نتلاوى ويا البيين. خبرنا يا سباح قلبي بمكانك وين يم البقيع تنوح لو يم ضريح حسين لو يم ضريح حسين عد العرب عادات وامثال مضروبة قلب اللي يحب ما يطيب إلا ويا محبوبة وقلب الفقد محبوب نيران منشوبة وانت هجرت عشاق دمعته مسجوبة أبو صالح لما نيجن اللي قال نركض ندور عليك وشلنا بدينا الراح ونريد نوصل ليك نغطيك بالأرواح خاف الحزن يا غادي يا المنسي بين الناس يا غلي يفكر بيك والله يا المنسي بين الناس يا المنسي بين الناس يا المنسي بين الناس يا غلي يفكر بيك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة إذا يتذكر الأحبة قلت أكو آيات قرآنية كريمة تبين الحقائق بطريقة متشابهة، مرة في سورة محددة ومرة في سور متعددة. في الواقع مثلا في سورة معينة مثل الآيات اللي بيناها بسورة الروم، ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، اللي هي تبين سنة الاختلاف في عالم الخليقة في الواقع، أنه هاي سنة إلهية يكون يصير اختلاف، ولنا على ذلك كلام كثير، يعني سنحاول نختصر قدر الإمكان. شو نسوي؟ حيرة هي. المهم وقلت نفس هاي الطريقة بس بسور متعددة، يعني آيات تبين الحقائق المهمة اللي يكون توصل للناس، تبينها على نفس الشاكلة بس بأمور متعددة وبسور متعددة. والبارحة بديت بأول نموذج لذلك إذا يتذكر الأحبة، أول نموذج لذلك وهو نموذج اللي بينا أول مصداق من مصادقه، أنه أرأيتم، نموذج أرأيتم. وهذا المفروض نرى أمور عدة القرآن أشار لها في سور متعددة، والبارحة فرقت بين رؤيتين، بين نظرتين، نظرة عبرنا عنها طفولية ساذجة، ونظرة شنو؟ ورؤية عميقة رشيدة هم عبرنا عنها بهالشكل هذا. وهذا استفدناه من آيات اللي استونا بدينا بها، أرأيتم، قل أرأيتم. زين، البارحة بدينا بأول مصداق لهذه الآيات، أنه رب العالمين يقول تشوفون إذا أريد أخذ أبصاركم، أخذ أسماعكم، أعمي قلوبكم، من غيري يقدر يرجع لكم كل هاي الأمور؟ ماكو غيري بس أني. هذا إحنا كون نشوفه، أسا نشوفه بعيوننا، نشوفه بقلوبنا، نشوفه بشنو ما أعرف، هذا كون نشوفه إحنا. قل أرأيتم، هذا مورد من الموارد اللي أشرنا لها ليلة البارحة. مورد آخر أقوله بخدمة الأحبة، بس التفتوا لي الله يجزيكم خير، مورد آخر أقوله بخدمة الأحبة وهو مورد قل أرأيتم، قل أرأيتم، شوف قل أرأيتم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فآخر سورة الملك، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. هسه هنا هم اكو هواي حكي، ماذا شلون ابينه؟ هسه هنا الرؤية رؤية حسية، يو رؤية معنوية، يو رؤية بمعنى العلم، يو رؤية، مو مشكلة. هاي المادة العربية هواي بها كلام وردت في القرآن بمصادر متعددة ومحاور متعددة، وهاي كلها كن واحد يعرفها. يعني قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، هذا الماء اللي هو
سر الحياة على ساعة على أرض ابتلعته والدنيا ما مطرت وإلى آخره، من يجيب لكم ماء؟ تموتون عطش. فهنا الرؤية تصير حسية وغير حسية. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا. أئمتنا عليهم السلام يقولون إن ذهب عنكم إمامكم فمن يأتيكم، هنا الماء إمام، فمن يأتيكم بإمام آخر. بل أئمتنا يقولون قل أرأيتم إن غاب عنكم إمامكم فمن الذي يظهره، من الذي يظهره إن غاب عنكم؟ قل أرأيتم إن أصبح ماءكم إمامكم، في روايات أئمتنا عليهم السلام، إذا غاب من يظهره؟ أو إذا مات من يأتي بإمام من بعده؟ قل أرأيتم إن أصبح ماءكم. هسه هذا هنا أنا هم خلي أقول فدح شاية للأحبة حتى هم ما تعبهم، وبنفس الوقت يلتفتون الأمور مهمة بهاي المادة اللي القرآن يستعملها لبيان الحقائق في سور متعددة. قل أرأيتم، أخذنا سمعكم، أخذنا أبصاركم، قلوبكم، من يرجعها؟ قل أرأيتم إذا إمامكم يوماءكم على مستوى الظهر وعلى مستوى البطن غار أو غاب أو مات أو جف الماء السائل، مادة سائلة، من ينطيكم ماء؟ قل أرأيتم. شوفوا أحبابي، الأصل في هاي المادة الرؤية، والرؤية كأصل بالعين الحسية، بالعين المجردة، شريت عبر عنها عبر. هاي المادة استعملها القرآن الكريم بمحاور عدة، أنا بحثت عنها في القرآن الكريم كثيراً، يعني أقدر أقول استقراء تام، هذا راح أقوله، استقراء تام للآيات. لقيت القرآن استعمل هاي المادة، مادة الرؤية، استعملها في محاور عدة، بس باعولي استعملها في شنو؟ في محاور عدة. مثلاً محور من هذه المحاور محور عالم الخليقة، القرآن استعمل به مادة الرؤية، محور عالم الخليقة. الآن جبت الآية، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء؟ هذا المحور محور يا عالم، عالم الخليقة بعد، الماء وما يترتب على وجود الماء ولوازم وجود الماء وعالم الخليقة. القرآن استعمل قل أرأيتم، استعمل هاي المادة في أي عالم؟ في عالم الخليقة. مثلاً هاي من استعمالات القرآن الكريم لهذه المادة، أو من المحاور اللي استعمل القرآن الكريم بها هذه المادة. طبعاً أنا جبت آية من آيات، آية من شنو؟ من آيات عدة مستعملة في محور الخليقة، مادة الرؤية، قل أرأيتم، هذا محور من المحاور القرآنية لهذه المادة المستعمل بها المادة. أجيب محور آخر، محور الإنسان اللي استعملت به هاي المادة. طبعاً هسه تقول الإنسان ضمن عالم الخليقة، نعم، بس حبيت أفرده بالذكر لخصوصية فيه، وإلا هو نعم كما تقول الإنسان ضمن شنو؟ عالم الخليقة، بالنتيجة هو مخلوق من المخلوقات، بس حبيت أفرده بالذكر باعتبار كرمنا بني آدم. الإنسان القرآن هم استعمل به هاي المادة كثيراً كثيراً كثيراً. القرآن مثلاً إن الإنسان ليطغى، كملوا لي من حافظ الآية اللي بعدها، أن رآه، نفس المادة، مادة الرؤية، الرؤية بس باشتقاق آخر، مرة قل أرأيتم، مرة رآه، نفس المادة بس اشتقاقاتها متعددة. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ها، شوفوا أقول لكم شغلة، هسه هنا رآه استغنى بمعنى تخيل الاستغناء، فالرؤية بعض الأحيان تستعمل للشنو؟ للتخيل، وبعض الأحيان للرؤية الحسية، وبعض الأحيان رؤية القلب كما سأبين، وبعض الأحيان يعني أقول فد عالم، فد عالم والله، لو تدققون بهذا العالم قرآنياً تجدون العجب العجاب، العجب العجاب، هي مادة صغيرة لكن شوف شنو بيها من محاور، من استعمالات، من اشتقاقات، من وجوه، وهلم جرة. ولهذا أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون، كل يكون نعرفها إحنا. قل أرأيتم، وهي مورد آخر من موارد هذه الحقيقة اللي هذه الطريقة اللي تبين الحقائق، أو اللي تتبين الحقائق من خلالها في القرآن الكريم.
أو كيفية مثل ما عبرت البارحة، من الكيفيات اللي القرآن يبين من الحقائق. دباوع لي أقول هاي مادة، قل أرأيتم، هاي مادة الرؤية، القرآن استحملها بمحور الخليقة من خلال موارد كثيرة ذكرت لكم مورداً من هذه الموارد. اثنين، القرآن استعملها بمحور الإنسان على وجه الخصوص، بيّنت الآن لكم أيضاً مورد من هذه الموارد المرتبط بالإنسان حصراً، مرتبط بالإنسان حصراً. مثلاً ثلاثة، إذا يلتفتوا للأحبة، إذا يلتفتوا للأحبة. ثلاثة، محور القصص القرآني. محور شنو؟ القرآن استعمل به هاي المادة كثيراً. ما أدري الإخوة ببالهم فد آية محور القصص القرآني مستعملة بهاي المادة يوم ببالهم، ببال الإخوة يوم ببالهم. ها؟ مثلاً لا، كون الرؤية مستعملة، مادة الرؤية كون مستعملة. أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثال. إني يوسف شنو يقول؟ إني رأيت أحد عشر، إني شنو؟ رأيت، إني رأيت، نفس المادة يا مو نفس المادة. القرآن استعملها بيا محور، محور القصص القرآني. صار لحد الآن هاي المادة مستعملة بكم محور لحد الآن؟ ثلاث. محور عالم الخليقة، قل أرأيتم، شغلنا الآن، إن أصبح ماؤكم غورا. واحد. اثنين، محور الإنسان على وجه الخصوص من عالم الخليقة، أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أن شنو؟ أن رآه، يعني إذا تخيل استغنى. ثلاثة، محور القصص القرآني، إني رأيت أحد عشر، نفس المادة. يوم مثلا فلما رأى القمر، فلما رأى، رأى، فلما رأى القمر، رأى الشمس، إبراهيم وذاك يوسف. نفس المادة استعملت في القصص القرآني كثيرا. هذه بعض الموارد جبتها بخدمة الأحبة، مادة رأى. هسه هنا يوسف إني رأيت، يا رؤية، مو قلنا مرة رؤية بصر، مرة رؤية تخيل، أن رآه استغنى، مرة رؤية قلب كما الآن سأبين، كما الآن سأبين، رؤية قلب كما الآن سأبين. ما أدري واضح الكلام؟ هنا أنا إني رأيت أحد، يا رؤية، رؤية حلم. فهي قل أرأيتم اللي قلنا القرآن يبين الحقائق من خلالها، قل أرأيتم، يا رأيتم، كون من خلال القرائن الحافة نعرف الرؤية رقم واحد، رؤية رقم اثنين، رؤية رقم ثلاثة، رؤية رقم أربعة، رؤية حسية، رؤية قلبية، رؤية التخيل، رؤية بمعنى العلم، رؤية هذا القرآن وهذه سعة القرآن. تعال شوف هاي كل آية تقف عندها، كنت إيش قد تتأمل، يلا تعرف هاي يا رؤية من كل هاي الرؤيات، إذا جاز التعبير رؤيات. إني رأيت أحد عشر، هاي رؤية، رؤية رأى القمر بازغا، رؤية شنو؟ بصر، رؤية شنو؟ بصر، شاف القمر طلع، قال هذا ربي. طبعا هو مو قال هذا ربي معتقدا، وإنما قال هذا ربي مجاراةً لقومه الكافرين حتى يوصلهم إلى بر الأمان بطريقة تدريجية. قال هذا ربي، وقال ما معتقد القمر رب إبراهيم والشمس رب والزهرة رب والكواكب، ما معتقد فهذا، بس هو راد يجي وياهم ومن خلال هاي الطريقة يصدمهم يوصلهم للحق، يجاريهم يعني. فلما رأى القمر، رؤية عين، أن رآه استغنى، تخيل، إني رأيت أحد عشر، منام. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم. هسه هنا قل أرأيتم بمعنى علمتم حسب الظاهر والله العالم. إذا يعني كنت تدرون إذا الماء أخذناه منكم والأرض سحبت ما تبقى من الماء والسماء ما تمطر، حياتكم شلون تستمر من دوني؟ بتشيرد يقول هاي حسب الظاهر والله العالم، هنا رؤية بمعنى العلم. صار كم رؤية لحد الآن؟ شوف، شوف القرآن شو يسوي.
شنو القرآن شنو يسوي؟ أقول الرؤية في قصص الأنبياء محور من المحاور، والرؤية في عالم الخليقة مثل ما بينت محور من المحاور، والرؤية مرتبطة بالإنسان محور من المحاور، وكل محور جبت له آية. بعد الرؤية المرتبطة بسيد الخلق محمد على وجه الخصوص صلى الله عليه وآله، النبي يكون انفرد بالذكر صلى الله عليه وآله. يعني شلون أفردنا الإنسان عن عالم الخليقة مع أنه داخل في شنو؟ في عالم الخليقة هو، بس أفردناه لقوله كرمنا بني آدم. خو نبينا نقدر ندخله بالقصص القرآني مثلا باعتبار يشمل الأنبياء ونبينا، ولكن النبي يكون انفرد بالذكر صلى الله عليه وآله لأنه سيد الأنبياء. الرؤية المرتبطة بنبينا صلى الله عليه وآله كمحور من المحاور، ما أدري لحد الآن 4 محاور 5 محاور تقريبا صار. رؤية الخليقة 1 نحسبهن، رؤية الإنسان 2، رؤية قصص الأنبياء 3، صحيح يولا؟ بعد شنو؟ نبينا الآن 4 صلى الله عليه وآله. نبينا شنو؟ أو كبالكم آية محور الرؤية في نبينا، آية من الآيات القرآنية المرتبطة بنبينا ورؤية بها مادة الرؤية، أكبالكم شيء أو ما أكبالكم شيء؟ لا لا، نبينا صلى الله عليه وآله، بنبينا على وجه الخصوص. بالكم آية؟ أجيب مثال، أجيب لكم مصادق إذا مبادل أحب أنا ألفت نظرهم إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كملوا، لنريه من آياتنا، لنريه، لنريه. حضرة الرؤية يوم حضرة، ها؟ إحنا أسرينا بمحمد حتى نراويه من آياتنا، من آيات، لنريه من آياتنا. نريه هسه هنا رؤية عين، النبي صلى الله عليه شاف رؤية عين، لو رؤية قلب، لنريه من آياتنا. مثلا لقى في سورة الإسراء، خلنا ننتقل لسورة المعراج. أنا دائما أقول أكو في القرآن سورة إسراء للنبي وأكو سورة معراج للنبي. سورة المعراج هي سورة النجم. إخواني هاي المعلومات والمعارف القرآنية كون تصير عندكم فكرة عنهم، الله يحفظكم. حرمات عمرنا يقضي وهاي الحقائق القرآنية إحنا ما عارفيها، أو هاي المعارف القرآنية إحنا ما عارفيها، أو هاي العلوم القرآنية إحنا ما عارفيها، حرمات. أكو سورة إسراء في القرآن هي اسمها سورة الإسراء، وأكو سورة معراج. سورة المعراج هي يا سورة؟ سورة النجم هي سورة المعراج. طبعاً ستقول لي خو قول سورة النجم بعدين قول سورة المعراج، أقول ما يخالف، هو ستة كل سورة من سور القرآن لها عدة أسماء، شو المشكلة يعني؟ كل سورة من سور القرآن لها شنو؟ عدة أسماء. يعني سورة الحمد الفاتحة، 7 المثاني، أم الكتاب، هي سورة واحدة كم اسم إلها؟ سورة مؤمن غافر، سورة الإخلاص توحيد، صحيح ولا؟ سورة الكافرون الجحود، سورة براءة توبة، سورة الدهر الإنسان، سورة الفجر الحسين، أئمتنا قالوا سورة الحسين. أكل بعض هاي تعدد الأسماء للسور كلها يقبلها، بس من يوصل سورة الفجر سورة الحسين يقول لا ما يصير، شلون حسين؟ ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ هناك خوصار، ليش هنا ما يصير؟ أئمتنا قالوا هي سورة الفجر وسورة الحسين عليه السلام، شنو المشكلة تصير سورة الحسين؟ مشكلة وين؟ أقول كل سورة لها عدة أسماء، يعني ليش خايف يعني؟ كل سورة لها عدة أسماء. سورة النجم هي سورة معراج النبي، وعندنا سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام لنريه. الطريف مادة الرؤية هم وردت في سورة الإسراء وهم وردت في أي سورة؟ في سورة النجم اللي هي سورة المعراج. طبعا هنا لهم خل أقول لكم قضية أيها الإخوة، ما أدري تعبوا الأحبة لو أبين هاي الدقائق للأحبة،
والله ضرورية الأحبة يطلعون على هاي المعارف. البعض يصور الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني يا مسجد الأقصى هذا المسجد الأقصى هذا. أئمتنا عليهم السلام يقولون بإجماع رواياتهم أن المسجد الأقصى في السماء. أئمتنا يقولون في السماء الرابعة في الكذا المسجد الأقصى، ومنه المعراج إلى سدرة المنتهى. يعني النبي مو إسراء أفقي وعمودي، لا هو إسراء أو معراج كل شنو عمودي، بس المسجد الأقصى في سماء أدنى من معراجه اللي وصل فيه إلى سدرة المنتهى. طبعاً وبحث الإسراء والمعراج يحتاج إلى بحث مفصل، أحتاج به سنين، أحتاج به سنين، يعني أقصد سنين رمضانية، أقصد يعني كم شهر رمضان. أهلاً وسهلاً، حياكم الله، عليكم السلام، صلوا على محمد وآل محمد. بحث الإسراء والمعراج بحث طويل الذيل في روايات المعصومين عليهم السلام، يحتاج إلى بحث مفصل، أنا حقيقة يحتاج وقت، بس أنا خلي أصارحكم القول إخواني، التفتوا لي شوية، باوعوا لي هاي الأبحاث من قاعد نطرحها بشكل مفصل، بعض الإخوة شوية يريد أسرع حتى الرسائل توصلني أسرع. يعني احنا بحث الرجعة اللي خلينا له مقدمتين، بعدنا المقدمة الأولى ما كملناها في بدايتها، وعندي مقدمة ثانية مهمة جدا مرتبطة ببحث الرجعة، أصلا ما أقدر أطرح بحث الرجعة من دون ذن المقدمتين، ما أقدر، لأنه إذا نطرح بحث الرجعة مباشرة كمقدمات، أنا سميتها الرجعة مقدمات ونتائج، ما راح يكون مفهوم عند الناس، يعني البعض راح يسخر والبعض راح يستهزئ والبعض راح. أنا مرة قلت حكاية على المنبر، إلى الآن المقطع يداولوه سخرية واستهزاء وتندر، إلى الآن يداولوه، إلى الآن من قلت في الرجعة عمر الإنسان يكون هلقت في روايات المعصومين عليهم السلام، إلى الآن البعض يسخر من هذا المقطع. يو الإمكانيات اللي تكون بزمن الرجعة، أعمار الناس، القدرة على الإنجاب، العمر الطويل، نبينا شقد يحكم بالرجعة، هذا كله أنا راح أجي إن شاء الله. البعض قام يسخر من هاي المعلومات، فإذا يطرح من دون مقدمات قرآنية وستقول لي وين الربط، الربط راح من أكمل المقدمة الأولى والثانية راح يتضح الربط وين، يكون الحكي غير حكي، الرجعة راح تكون مستساغة ومقبولة. أما طرحها بشكل مباشر كثير من لعله حتى بعض أتباع آل البيت يصعب عليها ضمها واستمرائها مع أنها حق، مع أنها حق وهي من ضروري وهي من ضرورات مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما قاله كبار علماء الشيعة كما سأبين، أسأل الله يعطينا صبر وخلق وعمر ونسولف كل هاي المعارف من نوصلها إن شاء الله. قضية مو سهلة، بحر هذا، إحنا داخلين ببحر، ما أحكي بلغة خطابية، ما قاعد يعني أحكي مبالغات، صدق بحر، أصلا واحد يتهيب يدخل به، والله وبالله وتالله من تجي لهيك بحث وتشوف آياته ورواياته الواردة عن المعصومين، والله تتهيب تدخل بيه، تخاف. الرجعة بيها مئات الروايات إذا مو آلاف، زين هاي شلون ترتبها، تبوبها، تفهرسها، تهيكلها، تذكرها للناس كلها، شلون؟ قضية مو سهلة. بعض الإخوة يتصور الأمور هيك سهلة، نقعد وننام ونقعد أجيب البحث وأجي، مو هيك يا إخوة القضية، تعب، موت، هلاك، يا الله ترتب الوضع. الأمر لا تتصوروا بهاي السهولة. أصلاً هو نفس رفع الاختلاف كهدف من الأهداف الفكرية، رفع الاختلاف إلى ارتباط بالرجعة، نفس التذكير إلى ارتباط بالرجعة كما سأبين كيف. مو ليش أقول كنا كمل المقدمات وأربط. أكو بعض أنواع الاختلاف، أكو قسم من أقسام الاختلاف كون يبقى، وأكو بعض أقسام الاختلاف كون يرفع. شو وقت يرفع؟ هنا يرتبط البحث. هسه تقول لي شنو اختلاف يبقى وشنو اختلاف يرتفع؟ نجي نوصل.
شنو اختلاف ممدوح وشنو اختلاف مذموم؟ نصل بعدني هذا كله ما وصلت. الأمور مو سهلة، شغل يراد وخلق من المؤمنين حتى يسمحون يتحملون هاي الهوسة. أنتوا عندكم دين عميق وارد عن أئمة الخلق وأئمة العلم وأئمة الحكمة وأئمة الأولين والآخرين. إمامنا العاشر في زيارة الجامعة الكبيرة إمامنا الهادي: فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين. أشرف محل المكرمين، تعرف شنو أشرف محل المكرمين؟ هم من هم المكرمون؟ المكرمون منو؟ لا المكرمون بالقرآن منو؟ أهل التقوى. لو أنا مشتبه، المكرمون بالقرآن منو؟ أهل التقوى. إن أكرمكم عند الله، نص الآية بسورة الحجرات، بعد شنو تريد مني أكثر؟ الكرامة في القرآن لأهل التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، يعني أنتوا أتقى الناس ولهذا أنتوا أكرم الناس. واجعلنا للمتقين إماما في سورة الفرقان، واجعلنا للمتقين شنو؟ إماما في أمة ذولة، يصيرون أئمة المتقين فيصيرون أئمة المكرمين. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين. هي 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 هي، القرآن يقول عن عيسى موسى مقرب، القرآن الكريم عن الأنبياء يقول مقربين، الإمام الهادي يقولهم أنتوا أعلى منازل المقربين وأعلى منازل المقربين، أنتوا أعلى مقامكم أعلى من موسى وأعلى من عيسى وأعلى وأعلى وأعلى. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين. وأرفع درجات المرسلين، أرفع أعلى أشرف أنتوا، يقول علي الهادي بزيارة الجامعة الكبيرة، وهي مورد إجماع علماء الشيعة أنها صحيحة من حيث السند وعظيمة من حيث المعنى المدلول. أصح الزيارات سنداً وأعلاها مضموناً ودلالة كما يقول علماء الشيعة. الله يرحم الماضين ويحفظ الموجودين. قضية مو سهلة، هاي معارف هؤلاء مو سهلة، القضية بحر بحر بحر. أقول في روايات المعصومين إسراء النبي ما كان أفقي، حتى إسراء عمودي مو فقط معراجه، بيت الأقصى في السماء أهل البيت يقولون. هسه مفسر فلاني مفسر آخر يقول شيء آخر، براحته شو اللي شغل بي أنا، أمتنا شو يقولون عليهم السلام. ومعراج النبي من بعد الأقصى اللي هو في سماء دون سدرة المنتهى، النبي هم وصل إلى ذلك المكان اللي جبرائيل يقول له أنا بعد ما أتقدم، إذا أتقدم أحترق. أقول الإسراء والمعراج برواية المعصوم يحتاج بحث كامل فد رمضانيين ثلاث حتى نعرف شنو معنى الإسراء والمعراج برواية المعصوم عليه السلام. عافون الأحبة لو ياي. أقول سبحان الله، في سورة الإسراء الرؤيا وردت، وفي سورة المعراج اللي هي سورة النجم الرؤيا هم وردت. في سورة الإسراء لنريه من آياتنا، في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى، هناك يقول لنريه، هنا يقول رأى. سورة النجم تكمل سورة الإسراء. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي رواية المعصومين الآيات الكبرى اللي رآها النبي رأى تفاحة الزهراء، وإلا شنو الآية الكبرى اللي شافها النبي؟ في سورة المدثر، الله إذا الإخوة يبقون وياي، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، في سورة المدثر إنها لإحدى الكبر، راجعوا تفسير القومي عن الصادق قال إنها لإحدى الكبر فاطمة، فاطمة إحدى الآيات الكبرى، إنها لإحدى الكبر. أقول لكم أنا قاعد أحكي من جيبي لو أنطي مصدر،
تفسير القمي موجود وما موجود. ذيل هاي الآية إنها لإحدى الكبر، الليلة راجعوها، إذا ما لقيتوها الليلة باش تعال حاسبوني قدامي قاعدين. أنا أخو قاعد شيء أنقله أقول مصدره وين، شيء من جيبي ما قاعد أقول. في تفسير القمي إنها لإحدى الكبر فاطمة، إحدى الآيات الكبرى فاطمة. في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في سورة المدثر إنها لإحدى الكبر، الصادق يقول فاطمة. فالنبي لما عرج به إلى السماء ووصل سدرة المنتهى أعطي تفاحة، وهذه التفاحة كانت فاطمة، وهي الآية الكبرى اللي رآها في معراجه، ومن نزل صارت الزهراء عليه السلام. وهنا مفارقة أقولها للإخوة، مريم لما رب العالمين يريد يعطيها عيسى ينزل لها ملك من الملائكة جبرائيل يعطيها عيسى، أما محمد لما رب العالمين يريد يعطيه فاطمة محمد هو يصعد يأخذ تفاحة الزهراء. عيسى ملك ينزل من السماء وينطي لمريم عيسى، أما فاطمة رسول الله يصعد إلى السماء ويحصل على تفاحة فاطمة الزهراء. وفي ذلك معنى عميق لأهل الفهم ولأهل العقل ولأهل التدبر، هذا يدل على علو مقام هذه السيدة اللي دارت على معرفتها القرون الأولى كما يقول أبناؤها عليهم السلام. لا تفوتكم هاي المعاني الدقيقة. خو كان بالإمكان مثل ما صار ويا مريم ينزل نبي ويقولها صار عيسى، ينزل ملك العفو، ينزل جبرائيل من السماء ويقول يا رسول الله تفاحة من الجنة أكلها الزهراء، ليش النبي يكون يعرج به إلى السماء ويأخذ التفاحة؟ هو ينزل له ملك يعطي تفاحة مثل ما صاروا يا عيسى ويا مريم، ليش النبي يكون يصعد؟ ليش النبي يكون يصعد؟ كانت والله مفروضة الطاعة. الإمام الصادق يقول على كل نبي وملك فاطمة، مفروضة الطاعة، مفروض شوف التعبير، مفروضة الطاعة على كل نبي وملك وجن وإنس ووحش وطير. يقول الصادق عليه السلام شنو من امرأة هذه؟ شنو من امرأة هذه؟ مادة الرؤية وردت في الخليقة ووردت في الإنسان تحديدا، ووردت في قصص الأنبياء، ووردت في المحور الرابع في النبي تحديدا، في إسرائه وفي شنو؟ وفي معراجه صلى الله عليه وآله. هناك لنريه هنا لقد رأى، بعد صار أربعة. المحور الخامس هاي المادة وردت في القرآن الكريم، وردت بمن؟ في القرآن الكريم. وين في القرآن الكريم؟ لو أنزلنا هذا القرآن، اقرؤوا يا إخوة بعد المجلس حتى يصير حي نابض بالحياة، مو أني أسولف والإخوة مو يمي. لو أنزلنا هذا القرآن، سورة الحشر إن لم تخن الذاكرة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني نفس المادة، لرأيته خاشعا متصدعا. هاي هنا لرأيته بعين البصر، بعين البصيرة، بمعنى العلم، بأي معنى لرأيته؟ شغل يراد، شغل يراد، شغل يراد. طبعا قبل لا أرجع للمحور القبلة أكفت شيء الآن نسيت، الآن اتذكرت، باعتبار إحنا قلنا الرؤية لما ترد في القرآن مرة بصر مرة بصيرة، مرة تخيل أن رآه استغنى، مرة منام إني رأيت أحدا، مرة رؤية قلب. في سورة النجم سورة معراج النبي ما كذب الفؤاد ما شنو؟ نفس المادة، ما رأى، بس اشتقاق من اشتقاقاته، ما رأى. هنا القرآن يتكلم عن رؤية قلبية، قلبك رأى يا محمد، فؤادك رأى يا محمد، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأنا دائما أقول أكو انفرادات لرسول الله في القرآن ما حصل عليها غير النبي أبدا، لا من الأولين ولا من الآخرين، بس النبي حصل عليها. أكو انفرادات بالقرآن لسيد الخلق محمد طبعا، وهاي الانفرادات تكون لعلي نفس محمد ولفاطمة روح محمد باستثناء النبوة، باستثناء النبوة. مثلا من انفرادات رسول الله في القرآن
أنه القرآن مو فقط تكلم عن عصمة النبي بشكل عام كما هو حال بقية الأنبياء، لما تكلم عن النبي تكلم عن عصمة النبي بتفصيل، يعني لما إجا اللسان النبي قال وما ينطق، لما إجا العين النبي قال ما زاغ البصر وما بغى، لما إجا القلب النبي قال ما كذب الفؤاد ما رأى. القرآن تكلم عن عصمة محمد كلسان، وعصمة محمد كعين، وعصمة محمد كقلب. فالشي مهول مهول مهول. هذا لغير سيد الخلق ما صار، لغير أبي الزهراء هذا ما صار. اشقد احنا بخير ونبينا محمد. نعي هاي الحقيقة، منعي هاي الحقيقة، مصيبتنا كبيرة احنا. بعض المسلمين ما اعرف باعياد ما انزل الله بها من سلطان يحتفلون، ويجي ميلاد سيد الخلق نبينا ما يحتفلون، ما اعرف يعني ما الواحد يموت يعني والله ما يعني هذا الحكي من احكيه، انا ما اريد ان اتجاسر على واحد يو اتهجم على واحد، ما احب هاي الطريقة يعني، احب نحتوي الكل نحتويهم كل، ولكن هذا ألم من باب المناصحة والذكرى بين المؤمنين، هذا ألم، هذا ألم، هذا الاحتفال يصير بميلاد سيد الأولين والآخرين، كن نفرح ميلاد نفس أمير المؤمنين، ميلاد روح فاطمة الزهراء، ميلاد ريحانة الحسن مثل ما جاينا، ريحانة الحسين بشعبان والأئمة الأطهار عليهم السلام، هنا خل نفرح ونحتفل، يفرحون لفرحنا. واحدة من انفرادات سيد الخلق في القرآن، إذا تلتفتولي هسه بعد هذا أخذني الواهس أنا أجيب انفرادة ثانية لسيد الخلق. الإنسان يتكون من جانب نظري ومن جانب شنو؟ عملي يا أخي، صح يا لا؟ أنت بيك جانب عقل تفكير، مو يا لا، هذا جانب نظري، أو بيك جانب إيدياً ورجلياً، هذا جانب شنو؟ عملي. يعني هذا العبر عنه علي بن أبي طالب البارحة لعله قريت الدعاء، قوي على خدمتك جوارحي، هذا جانب عملي، واجدد على العزيمة جوانحي، هذا جانب شنو؟ داخلي نظري، تبه لي. الإنسان يتكون من جانبين نظري وعملي. الوحيد في القرآن اللي الله يقول عنه أنت بجانبك النظري عظيم وأنت بجانبك العملي عظيم هو محمد. وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك جانب نظري ومو نظري، نظري علمك علم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما بالجانب النظري. أما الجانب العملي في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، فأنت بالجانب النظري عظيم وأنت بالجانب العملي شنو؟ عظيم. هذا ما حد حصل بالقرآن غير سيد الخلق سيد الكائنات، وطبعا لما يكون سيد الكائنات يعني علي بن أبي طالب أيضا، يعني الزهراء أيضا، أنا أديب الله وعلي أديبي، هو يقول علي أديبي، فاطمة روحي التي. فاطمة روحي التي، وعلي نفس أنفسنا. هاي انفرادات النبي بالقرآن كنا نفرد لها بحث أسولف به، انفرادات سيد الخلق في القرآن هذا بحث. بس بعض الإخوة يقول هاي مبالغات، هذا بحث ذاك بحث، وش يقول؟ ما عندي مشكلة يقول هسه شو يقول، بس أنا أحكي واقع، هاي يراد لها بحث، انفرادات النبي بالقرآن يراد لها بحث. يا نبي من الأنبياء القرآن تكلم عن رجله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لأن كان يوقف على أطراف أصابعه. يا نبي من الأنبياء القرآن تكلم عن عنق وإيده، ولا تجعل يدك كذا ولا إلى عنقك كذا. يا نبي من الأنبياء القرآن يحلف بعمره لعمرك. يا نبي من الأنبياء القرآن ما أدري، ما أتذكر أنا عقلي كمبيوتر، أنا قاعد أعتمد على ذاكرتي. لا تمدن عينيك، تكلم عن عيونه، تكلم عن رجله، تكلم عن ايده، تكلم عن عنقه، تكلم عن فؤاده، تكلم عن لسانه، تكلم عن الله اكبر الله اكبر. شنو هذا ابو الزهراء؟
أصلاً الله تعالى، والله الله تعالى كان يقول لا تأذي روحك على هداية ذولا، ذولا ما يستهنون تأذي، لا تذهب نفسك أو لا تذهب نفسك، في آيتين ها ما مشتبهانة، عليهم حسرات، لا تأذي روحك، الله ما يرضى محمد يأذي روحه، يحبه، يقول لا تأذي روحك عليهم، أنت وايد قاعد تضغط على نفسك تأذي روحك، لا تأذي روحك، ذولا ما يسوون تتأذى عليهم يا حبيبي. شلون يحب حبيبه، شوف شلون يحب حبيبه، يقول لا تأذي روحك عليهم على هدايتهم، ما يردون يجدون شو يسوي لهم، لا تأذي نفسك، لا تأذي نفسك عليهم حسرات يا حبيبي. شلون كان يحبه، شوف شلون كان يحبه. هذا أبو الزهراء، أبو الزهراء هذا الله يرحمه الأزوري، ايش عرفنا احنا، احنا على ساحل البحر كل شيء ما عرفنا بعدنا، وين احنا، وين هاي العلوم والمعارف، انا احكي عن نفسي مو عنك، خابصين ارواحنا احكي بالخالي بلاش، على شنو ما ادري منو احنا، شنو احنا، انا منو، غيري منو، محمد وآل محمد. تريد دنياهم، تريد آخرهم، تريد خيرهم، تريد سعادهم، كل شيء هم، كل خيرهم، تمسكوا بيهم عدل، تمسكوا بيهم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اجمع رواياتهم قالوا النجم جدنا والعلامات احنا، والناس تهتدي بجدنا وبينا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قالوا راجعوا برهان الكبير العظيم السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، شوفوا الروايات الشريفة أئمتنا شنو يقولون عليهم السلام، قالوا جدنا نجم وإحنا العلامات، والهداية بينا وبجدنا. لا يمنى لا يسرى، هم هاي البوصلة. أقول انفرادات النبي بالقرآن تحتاج بحث، نقطة راس سطر، لا تعبني ولا تعبك، تحتاج بحث. زين، المحور الرابع نبينا والرؤية، ما كذب الفؤاد ما رأى، شنو من قلب هذا يا رسول الله عندك، صلى الله عليك يا رسول الله، هاي شنو من قلب عندك يا حبيب الله، شنو من لسان عندك يا أبا الزهراء، شنو هالجمال هذا يا حبيب الله. الله يرحم الأزري يقول الله تعالى قلب الخافقين ظهرا لبطن، ظهرا لبطن، ظهرا لبطن، راد واحد يشيل الإسلام ما لقى بس واحد، هذا الواحد اسمه ميم، حاء ميم دال، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاض للخلق منه علم وحلم، أخذت منهما العقول نهاها أي ما يكفيها، وغدت تنشر الفضائل عنه كل قوم على اختلاف لغاها. حاز من جوهر التقدس، يعني نبينا حاز من جوهر التقدس ذاتا. هنا الخطباء الله يرحم الماضين منهم ويحفظ خدمة الحسين الموجودين أساتذتنا يغيرون عبارة الأزري، يقولون حاز من جوهر التقدس ذاتا باهت الأنبياء في معناها، يعني تباهت باهت، بس هو الأزري ما يقول باهت، الأزري يقول كلمة أخرى بس بعض خطبائنا يخففوها للكلمة حتى تصير مستساغة مستمرة، وإلا الأزري ما يقول باهت، يقول عن نبينا حاز من جوهر التقدس ذاتا تاهت الأنبياء في معناها، مو باهت، يقول تاهت، تاهت الأنبياء في معناك يا أبا الزهراء وفي معرفتك يا أبا الزهراء. ولهذا يقول الأمير المؤمن، يقول له بس أنت والله تعرفوني، أنت والله يعرفوني، من يعرفني غيركم.
شنو من نبي عظيم عندنا يجيك ولد سميه محمد؟ تقول شيخنا مو أنا مثلاً ناوي مثلاً أريد الإمام علي مثلاً، كل الزين سميه محمد علي، كل الزين سميه محمد حسين، كل الزين اجمع النورين، كل الزين ماكو مشكلة، سميه محمد باقر إن شاء الله يصير عالم، كل الزين. احنا على ساحل بحر عظمتك يا رسول الله، والله وعطاشا يا أبا الزهراء، ونريد الري منك يا حبيب الله، منك ومن عترتك الطاهرة يا أبا فاطمة. اي والله على ساحل بحر جودك يا أبا الزهراء. المحور اللي من بعد نبينا صلى الله عليه وآله، قلت القرآن اللي وردت به الرؤيا، القرآن شنو الآية؟ لو أنزلنا، جزاكم الله خير، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لشنو؟ لرأيته وسايا رؤيا، يراد شغل زين. المحور الخامس مو؟ المحور السادس، المحور السادس المنافقون وأهل النفاق. القرآن الكريم يعبر رئاء الناس، رئاء نفس المادة مال الرؤية، اشتقاق من اشتقاقاته رئاء الناس. المحور السابع المعاد، القيامة، لترون الجحيم، لترون نفس المادة باشتقاق واشتقاقات، لترون الجحيم. هذا هم محور شنو؟ سابع لهذه المادة في القرآن الكريم. هاي تقريبا محاورها السبعة، استقراء تام بحثته في القرآن الكريم، تقريبا استقراء تام مو ناقص، يعني هو الآيات وردت بهاي المحاور السبعة لهذه المادة. مولانا هذا الحكي كله يجي القرآن يريد يبين حقائق مهمة، يبينها من خلال طريقة أو شاكلة قل أرأيتم. البارحة المورد الأول قل أرأيتم إذا الله أخذ سمعكم أبصاركم قلوبكم، الآن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم، هذا المورد الثاني. بس المورد الثاني خلاني أدخل محاور هاي المادة في القرآن الكريم وبعض دقائقها، وهناك موارد أخرى أريد أكملها الآن بسرعة وبدون تعليق. مثلاً ما عندي وقت بسرعة أكون. مورد آخر ثالث، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون؟ طبيعة المجرمين كانوا يقولون الأنبياء هم شاوين العذاب اللي تهدد نبي، يعني مستعجلين شنو على العذاب. كل نبي من الأنبياء أقرأ القرآن كانوا يستعجلون على عذابهم قومه، شاوين العذاب، شاوين العذاب. هو العذاب مثل ما قلنا سنة من السنن، كنت تستكمل حلقاته يا الله ينزل، يا مو بكيفه. فكانوا يستعجلون العذاب إلى وينزل بعدين العذاب، شايف شلون؟ فالقرآن الكريم يقول قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أنتم نايمين أو نهاراً ماذا يستعجل منهم جلتوا؟ على شنو مستعجلين؟ بابا يجي العذاب يوم الليل، يجيكم العذاب يوم شنو؟ يوم النهار. قل أرأيتم، ما يظهر الرؤية بمعنى العلم، والله العالم. هذا مورد. مورد آخر بسرعة، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا حراما وحلالا، تتلاعبون بكيفكم بالدين وبالشريعة مع أن الله هو اللي رزقكم هذا الرزق، ما يصير بكيفكم، هذا تحللوه ذاك تحرموه، مو الشكل هذا. قل أرأيتم بعد، خلي بسرعة بسرعة كمل ذني، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. هي 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 شلون حكي حلو. أنا إذا أخلي عليكم شنو السرمد؟ الليل، يعني ماكو نهار. هاي إذا صار ليل ماكو نهار تقدرون تعيشون، تشتغلون، ترتبون أموركم، آخر شلون؟ منو قاعد يخلي ليل ونهار تبادل؟ قل أرأيتم آني. الآية اللي بعدها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، لا والله أخلي الشمس يعني توقع آب
ها آب والشمس ما طلعت تروح إلى يوم القيامة، تلزمنا وتقعد وكهرباء ماكو، ولو مو كهرباء هسه لو زين. قل أرأيتم مورد آخر بسرعة بدي أكملهن، قل أرأيتم بدون تعليق، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ذول اللي تعبدوهم من دون الله شنو سووا؟ خلقوا شيء، سووا شيء، دفعوا ضر، جلبوا لكم مصلحة، شنو ذول؟ مثلا قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، يعني القرآن، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ يقولون القرآن مو من الله، إذا طلع من الله شنو مصيركم؟ هسه هو القرآن إذا مو من الله وقلتوا من الله ماكو عليكم شيء، لأنه يعني ماكو شيء يعذبكم إذا الله ما موجود، سواء قلتوا هذا من الله أو مو من الله، بالنتيجة ماكو شيء عليكم، صحيح ولا؟ بس إذا طلع القرآن من الله مصيركم شنو؟ هذا ما يعبر عنه الآن بحساب الاحتمالات، حساب شنو؟ أهل الوعي وأهل الثقافة إن شاء الله أمثالكم يعرف شنو أقول، هذا ما يعبر عنه بحساب الاحتمالات. سأترك البقية بعد بكرة، الوقت راح، ضوجناكم الليلة، تعبناكم، والبحث حلو شيق إن شاء الله، إن شاء الله نرى. قل أرأيتم إن شاء الله شنو نرى؟ إن شاء الله نرى، هاي كل رب العالمين يقول شوفوا فتحوا عيونكم، كافي غفلة، باوعوا، اقروا، تأملوا، تدبروا، فهموا، صروا أهل وعي. هاي قل أرأيتم ذا شو معناهن؟ يعني لا تبقون نايمين غافلين. الله ينبهنا من الغفلة بجاه محمد وآله الطاهرين، وبركة محمد وآله الطاهرين، وبركة الحسين وآل الحسين. اليوم جمعة، يوم إمام زمان. الشاعر يقول راع الثار ما يظهر علامة، هذا يومك المتوقع فيه، راع الثار ما يظهر علامة وينشر لليتانون علامة، نسب حاشا 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 نسب متون عمات علامة، حاشا حاشا يا بني سب متون عمات علامة، بضرب سياط زجر وجور مية، ضرب سياط زجر وجور مية، لو أن نجمع مصايبكم ولما ما توصل حزن زينب وألمها. أبو صالح يا ابو لمه حرمه، لا ابو عدا ولا مها ولا اخوه ويسيره تال ومي، يا بالحادي حين مر بزينب وفات، الحادي حين مر بزينب وفات، ووقف يم باب لي كرهون وقفات، يا بالحادي حين مر بزينب وفات، وقف يم باب لي كرهون وقفات، وسمعوا زينب اقسى كلمات، يا كلمات هاي الاخوها من العطش مات، شلون شماته هاي؟ الله لا يطيهم ان شاء الله. يا بالحادي حين مر بزينب وفات، وقف يم باب لي كرهون وقفات، وسمعوا زينب اقسى كلمات، هاي لاخوها من العطش مات. يا بغايا يا غايا لاخوها من العطش مات، طير روح الكربلة وسلم عليها، واصرخ بعالي الصوت وتسمع البيها، زينب على الناقة ومشت في البيها، والله يدي يا زينب على الناقة، زينب على الناقة ومشت في البيها. وش تقول؟ تقول أنا همي يصير دهر بيكم يعود، واشيل راسي بيكم ردود أخوتي، يا بردو ترد جفوف أبو فاضل للزنود،
وتتلايم ردود جروح الأكبر، وتتلايم ردود جروح الأكبر، جروح الأكبر. يا بتعنيت لك ولا المخطوف، وقلوبنا ترجف من الخوف. أنا ردتك الحالي وأضمت تجوف، ولقيت العلم عن نغر ملفوف. ويا لقيت العلم عن نغر ملفوف، عذرتك يا من ما عندك جفوف. والله عذرتك يا من ما عندك جفوف، قلت بيك استجن باقي حياتي، يا مدلل ومدلل خواتي. يا بحرمة بغيرتك لاذت يا غاتي، حرمة بغيرتك لاذت يا غاتي، عليك من الندى يبست لغاتي. يا عليك من الندى يبست لغاتي، يا عصابتي وستري وغاتي. يا اخويا لا اخو والله شحلاتي، نوما بفي خواتي. يا اخويا وياه مثلك طيبة ذات، يا سلطان الوفا ويشهد فراتي. يا خويا زينب بشبعة شماتة، يا وسفة يا خويا زينب بشبعة شماتة، ودغرها الشوى بيها بنايبات. اش عجب عباس هذا الامر فات. بمحمد وآله، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر امورنا، اكفنا شر الاشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار. بمحمد واله الاطهار. يا الله، مؤسسون تقبل مجلسهم، اوصلوا الى امام زمانهم، اكتبوا في صحائف اعمالهم. الى امواتهم، امواتكم، اموات شيعتي امير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، علماء هذه الأسرة الكريمة، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.